السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم السبت 8 ذي الحجة لعام 1437 للهجرة، الموافق 10 سبتمبر لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. تقدمت الدعوة السلفية بمصر بالعزاء في وفاة الشيخ الدكتور عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية، والذي وافته المنية مساء أمس الجمعة. نعى حزب النور ببارغ الحزن خادم القرآن الكريم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية. أنتجت اللجنة الإعلامية لحزب النور فيلما تسجيليا حول مواقف ومشاركات أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول المنتهي منذ أيام، ويركز الفيلم على مناقشة القرارات بقوانين ومشروعات القوانين التي طرحت على المجلس والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب وتعليق الكتلة البرلمانية للحزب على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس الجمعة أن قوات الجيش والمقاومة دخلت مطار صرواح بمحافظة مأرب بعد ظهر أمس وتقدمت باتجاه سوق ومركز المدينة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين وصالح. استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية سعي الكيان الصهيوني في الحصول على عضوية مجلس الأمن في انتخابات الأمم المتحدة، وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة سوف تسعى لإفشالها في الانتخابات. أطلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية اليوم السبت قناة فضائية باللغة الفارسية مختصة في الحج، تعنى بنقل مناسك الحج وتحركات الحجيج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. جاء ذلك على لسان أنس القصير المتحدث رسمي لوزارة الثقافة والإعلام. انطلقت العمليات التنفيذية لإنشاء الوحدة الثانية لمحطة بوشهر الكهروذرية صباح اليوم السبت بطاقة توليد 1057 ميجاوات من الكهرباء. اعتذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية للسفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان عن نشرها خبرا غير صحيح يزعم أن الإرهابي عبد السلام السبهان ابن عمه، وأنه أي السفير لم يقم بإدانة الحادثة. وقالت الصحيفة البريطانية إنها تعتذر للسفير السعودي وتبدي أسفها عن أي إزعاج سببه الخبر، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتبرع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب نيابة عنه باسمه. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتخفيف العبء عن الأشقاء في أفغانستان عن طريق إعداد وتجهيز شحنات من المستلزمات الطبية مهداة من الشعب المصري إلى الشعب الأفغاني، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عن قلق مصر الشديد تجاه ما أعلنته كوريا الشمالية من نجاح خامس تجاربها النووية. قررت وزارة الكهرباء التراجع عن الاستعانة بشركات القطاع الخاص لقراءات عدادات تسجيل استهلاك المواطنين من الطاقة الكهربائية. قامت النقابة العامة للأطباء برفع جنحتين مباشرتين ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل منهم بصفته موظف حكومي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو الحكم الخاص بصرف بدل عدوى للأطباء قيمته 1000 جنيه والصادر من القضاء الإداري شهر نوفمبر الماضي. توج الرباع المصري شريف عثمان بالميدالية الذهبية الأولى لمصر في منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كيلوغراما بدورة الألعاب البارالمبية المقامة بريو دي جانيرو. أكد الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة أن نقص الأكسجين وراء نفوق الأسماك بفرع رشيد أمام بسيون بمحافظة الغربية. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي نداء من الدعوة السلفية، فوتوا على الشيعة فرصة إفساد موسم الحج. وطهر بيتي فضيلة الشيخ أحمد فريد. باب قتل أبي جهل من سلسلة الشرح المفهم لمن فرد به البخاري عن مسلم، والمحاضرة الثالثة من سلسلة تفسير سورة الزمر فضيلة الشيخ ياسر برهامي. باب في الحائض لا تقضي الصلاة من سلسلة كتاب الطهارة من عون المعبود الشيخ محمود عبد الحميد. المحاضرة الثالثة من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير ابن كثير الشيخ علي حاتم. المحاضرة 13 من سلسلة تفسير سورة القصص الشيخ سعيد السواح. الرياء وأثره من سلسلة الأمثال في القرآن الشيخ سعيد محمود. حزب النور يصدر فيلما عن دور نوابه في البرلمان. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي الدعوة السلفية تتقدم بالعزاء في وفاة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. من دروس الأضحى الوحدة التمسك بالسنة التكافل، كتبه الدعوة السلفية. تركيا التي لا نعرفها الانقلابات العسكرية في الجمهورية التركية 3، كتبه علاء بكر. ومن جريد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي
أيهما أفضل، دعاء ليلة القدر أم دعاء يوم عرفة؟ انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.